السلام عليكم متتبعين ومون ديال لاباس غروب متتبعين كي دايرين لاباس عليكم كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير. المهم كما قلنا حنا عاود نهار الفات ديال رمضان ان شاء الله يجعلتي دي ربي في الزباقي كما قلنا بخير وعلى خير. احنا عاود ثاني ان شاء الله مع الفطور ومع الكوزينة والروينة يعني المهم الحمد لله هكي جاكم هاد الطيح ديال المي ضرر انا نجي لان اللي سمعتو وتقولوا لي هاد الجوان لي شاطو كاملين تصبح وكل كلشي وانا نصبح نجيات شويه وصافي راه حيدنا النسخ وصافي ها نتوما كتشوفوا واخا مازال لي نهار وين غادا الصوره هادشي طول ولا لا سما وي هو العين هذا ما دخل مع رمضان ما ها مع رمضان والجوز ديالو صافي صافي انا دوزتي شويه هنا دوزت هاد الحيوط. المهم انتم غادي تتابعوا معنا فطورنا البسيط اليوم عاوتاني هاجيك شي درتي شبا درنا اش درنا درنا التقليه ما كناكلوهاش نتوما حتى تاكلوها شبا بغاها رقيه بغاتها ومحتاية فرحانه انت فرحانه كوليسترول ما زوينه واخا فينا الكوليسترول ديالو اللي غادي ناكلوها راه عزيزه علينا ما عندنا ما نديرو الزرده ديال با دابا سبحان الله العظيم ما عرفاش ايه فطر رمضان نديرو الريجي والله الا دابا ناكلو كلشي و دا سميتو ودرنا كل واحد شنو بغى. المهم الدراري درنا لهم داكشي اللي بغاو حنا درنا داكشي اللي بغينا حنا اللي كاينه عندنا البارح زدت مخمر الجويره باقي تيسمعوا فيكم. المهم اليوم ما غاديش نتلفوا شنو نطيبوا شي حاجه وحده اللي درت غادي نديرها نشارك معكم انا راه جنت كلشي وخاوتو حتى نطيب التالي وغادي تشوفوا اش الكيكات كيكات عاد دوقنا شويه الكيكات دوقنا الطعيه فطور الزهره هي اللي ولفت لها الكيكات. المهم حتى نطيبو ونردو عليكم الخبر ان شاء الله. الدراري درنا لهم لي بيس لي بغاو بالطونو طلقتيهم المايونيز ضربتهم كيتسلقو التقليه كطيب بريوات خرجناهم من الثلاجه من الفريكو والبيتزا صافي داكشي يدير لهم البيتزا هادشي اللي بغاو الدراري دابا حيت هو بغاو يديروا التقليه صافي قلنا حنا الدراري ندير لهم غير داكشي اللي واجد عندنا في الثلاجه الدراري داكشي اللي بغاو ما عمرنا اليوم والو ما درنا والو البيتزا صافي سكر سي فاتوره كانت في الفريكو جبتو لي بات داك البريوات جبدناهم وانا كاع ما بغيت نقيسو داكشي اللي صيفطات سكر علاش شي نهار زعما صافي نعيا ودابا والله 6 ايام في رمضان حتى واحد 19 يوم في رمضان ولا 20 يوم في رمضان عاد بقاو نجبدو داكشي الموجود كانت ما كيبغيوش يشركوها معنا مثلا بغينا ندير شي شهوه بالبنجال كان ما كاين شي حاجه ودابا سبحان الله العظيم ما كديري شي حاجه كتقولي اليوم غياكلوا هذا الشيء هذاك النهار هو اللي ما ياكلوش اللي ما ديريش يقولوا لك علاش ما درتي صح صنات مراد وسي محمد يقول لي انا غير ناكلوا داك الشيء صيفطت السكر الا متنا ما كليناهش بقينا شكو يبقى فيك شكو وناكلوا موراك وناكلوا موراك وانتيا كديري لنا العصير كتقرد. المهم غادي تتابعوا معنا فطورنا غادي نشاركوا معكم اللي قسم الله ما غنخبعوا حتى شي حاجه صراحه الله هادشي اللي كاين. المهم شاهدوا مع امي زهر انا جات بلي تقيت صوري لنا شي حاجه بقيت رصي يديك انا جات ولا بس كاع من صورات كان على الشيطان راه كانت ولا تبقاي تعطي الامل الامل راه شدات رجلات مزيان والاخرى البنت اللي طرا شكون دنيا 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 تحيه لكم تحيه للبنات كاملين تحيه لنجاة تحيه لسكينه تحيه للمتتبعين العزاز الغاليين كاملين تحيه للمغاربه هادي شنو قلتي رقيه المغاربه تحيه للمغاربه كل هاي هاي ولات رقيه كتهضر كلمه يحيى صراحه هاد الموقف فاش حنا ساكنين صراحه بزاف والله زوين اي كتقنطي كتخرجي كتبقاي تشوفي في الجبل كترتاحي تبعين العزاز حنا كلشي كنشغلوه غير في السطح البريوه حتى هما غنديروا في الفران هذيك سميتيهم الكيكات ها هما مشرملين ناضين ها هما مره اخرى ان شاء الله نعاودوهم عندكم معكم في هذا الفران الصغير ديالي اللي عقلت عليها المتتبعين العزاز اللي ديك النهار قلت لكم بقى فيه ما يدار ها هو تبارك الله تصلحاتو حتى هو عنده حتى هو عنده سنين ياك قديم بزاف البطاطا نسيت ما قلت لكم جكويله درناها للدراري وما غاديش تهدو معنا كلشي في الطبله ايوا هي ايوا الهضره تا هما غاديروهم يطيبوا ان شاء الله رقيه راه كتعمرها تاي رقيه كتعمرها تاي اسما صوبات لبيس انا غادي نشعل النقاله باش نسخنوا الملوي ونسخنوا المخمر ايوا هادشي اللي قسمنا البيتزا تا هما هاد كالرجله هاد كالرجله ها هما دابا يشوفوهم على الطبله ايوا هادشي اللي عطى الله المتتبعين ديالنا
تشوفوا ان شاء الله الطبله ديالنا. وشكرا لكم. علاش نقول لكم المتتبعين ديالنا، فطورنا هو اليوم التقليه، ما حطيناهاش حتى اليوم المرقط عندنا كلها ان شاء الله. كما قلنا المعويه هو المخمر بالشحمه، شباكيه بالبيس العيبات اللي صايبتها هما العيبات ها هما البريوات راه هما. ايوا صافي الشيء اللي كاين. المهم غير نشارك معكم فطورنا كما كان النوع ديالو، حتى راه كاين هي حنا العصير، وحتى ما كنديروش العصير ديال الحليب اصلا تيضرنا، نديرو غير اتاي ونديرو العصير ديال الحامض ولا الليمون والفواكه الاخرين ما غير الشيء اللي كاين. شهية طيبه لكم وشكرا لكم، وما تنساوش يجيبو. شكرا لكم، من فضلكم. باي باي.